معانا لتفاصيل أكتر عن دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المبادرة دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. دكتور خالد مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. أهلا بيك، قلنا شايف إزاي الاهتمام الرئاسي بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة، خصوصا أن النهاردة الرئيس اجتمع مع رئيس الوزراء بشأن هذا الموضوع؟ يعني خليني أقول لحضرتك ده يعني مشروع الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في كل مراكز الريف المصري. يعني سيادته لما اتكلم وعلى 4500 قرية يستهدفوا فيها عملية التنمية بشكل كامل، يعني زي ما عرض معالي الوزير اللي هو شعراوي المسودة الخاصة به، ال 1500 قرية اللي هم في ال 51 مركز اللي هم هيتم العمل فيهم إن شاء الله في العام المالي الحالي 21-22، واللي إن شاء الله دول هيعتبروا العام المالي الأول في المرحلة الأولى. وكما حضرتك تعلمي إن إحنا قدامنا 3 سنوات إن شاء الله، بنهاية 2024 هنكون تم تحقيق كل مستهدفات التنمية الشاملة لأهلنا في الريف المصري من خلال 3 محاور رئيسة فندم. المحور الأولاني واللي اكتشف عليه وزارة التنمية المحلية وتم عرضه من خدمات المرافق والبنية الأساسية بمشاركة استراتيجية مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية، وده بيتضمن يا فندم صرف صحي ومياه شرب لجميع القرى، الكهرباء والإنارة العامة، كذلك الأمر الطرق والنقل على مستوى القرى المركز، بحيث يتم الربط ما بين قرى المركز، وبالتالي انت كده حققتي الوصول السلع والخدمات لكل اهل هذه القرى باسعار بتلائمهم، كذلك الامر توصيل الخدمات الخاصه بالغاز الطبيعي للمنازل. بالاضافه الى ذلك يا فندم حاجه مهمه جدا، والا وهو ان وحدات صحيه متكامله في قرى هذه المراكز بشكل يوجد فرص عمل حقيقيه لابناء هذه القرى والمراكز من اطباء ومن قطاع تمريض وكل القطاع الصحي. بالاضافه الى ذلك كمان أبنية تعليمية متكاملة الأركان، بحيث برضو توجد فرص تعليمية جيدة لأبناء هذه القرى والمراكز، بالإضافة إلى طبعا خريجي الجامعات العاملين في قطاع التعليم هيكون عندهم المدارس اللي بيشتغلوا فيها داخل مراكزهم والقرى بتاعتهم. ده شق. الشق الثاني المهم جدا شق التنمية الاقتصادية بقى وفوق تحقيق فرص عمل، ده اللي مسؤول عنه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر، وده من خلال يا فندم طبعا بشراكة استراتيجية مع الوزارات المصرية ومنظمات المجتمع المدني زي مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير وغيرها من المؤسسات الوطنية، زائد كمان المقاولين المحليين اللي موجودين واللي جاري حصرهم على مستوى كل هذه المراكز، بحيث هم اللي هيقوموا يسند إليهم عمليات التنفيذ على الأرض. بالاضافه لايه بقى؟ هينفذوا ايه؟ هينفذوا المشروعات اللي اتكلمنا عنها في المحور الاولاني، زائد انشاء مجمعات صناعيه بتكفل بيشتغل فيها العماله اللي موجوده من ابناء هذه القرى اللي هيتم تاهيلهم، وكذلك الامر تدوير المخلفات برضو النشاط ده هيكون داخل المراكز والقرى دي. بالاضافه كل ده فندم بيستهدف ان احنا نحقق شقين مهمين جدا، هو احداث تنميه زراعيه على ارض هذه القرى وتنميه للثروه السمكيه، لان طبعا القرى دي في منها بيقع على بحيرات سواء البحيرات الداخليه او الخارجيه، كل دول هيتم التحقيق العائد الاقتصادي المستدام بالنسبه لهم. طيب الشق الثالث المهم جدا بعد الاجتماعي والتدخلات الاجتماعيه وتوفير سكن كريم، وده بتقوم بيه وبتشرف عليه مع وزارات الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني وزارة التضامن الاجتماعي، وده من خلال تحقيق سكن كريم زي ما حضرتك شفتي في مساكن المبادرة، محو أمية وتعليم وخاصة للناس اللي هم 15 سنة فأكثر، وبالتالي برضو دي فيها فرص لحملات توعية وعمليات التثقيف، بالإضافة إلى أنشطة رياضية للمراكز الرياضية اللي موجودة وبيتم إنشائها، بحيث المراكز ما تكونش بنية تحتية بس، لا بناء بنية تحتية وبناء بشر في نفس الوقت وتأهيل نفسي واجتماعي. بالإضافة إلى البعد الاجتماعي المهم جدا هو سداد الديون بالنسبة للغارمين، كذلك الأمر تجهيز العرائس.
طبعا كل الثلاث محاور الهامة جدا في محور رابع بتشرف عليه وزارة التنمية الاقتصادية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهو متابعة مؤشرات الأداء بكافة المراكز المستهدفة بشكل يضمن لنا الأهداف المحطوطة للتنمية الشاملة. وده بالشكل ده فندم بنقول أن كل وزارات الدولة المصرية مع أهالي هذه القرى كمشاركة مجتمعية في عملية التخطيط ثم عملية التنفيذ ثم عملية التصيين بقى، لأن العملية بتتصف بالاستدامة. كل ده يا فندم بيستهدف في الآخر تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري في قرى الريف المصري إن شاء الله. إن شاء الله. طب عايزينك تكلمنا عن اللجان اللي شكلتها الوزارة في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة دكتور خالد. يعني احنا مثلا لو جينا مثلا على مستوى اللجان والقطاعات هتلاقي مثلا في لجان لحصر على مستوى كل محافظة ومحافظات هناك عدد من المراكز، وبالتالي مراجعة المسودة الخاصة بالمشروعات اللي بتحتاجها كل قرية ده بمشاركة مع القيادات الطبيعية اللي موجودة مع فرق التخطيط اللي موجودة في هذه المراكز واللي بيتم تشكيلها، وبالتالي يا فندم حضرتك بتنفذي احتياجات فعلية حقيقية محتاجة هذه القرى ساهم فيها أبناء هذه القرى. أدي شق. الشق الثاني برضو حضرتك ده نوع من أنواع التأهيل اللا مركزي، بحيث أن إحنا النهاردة بنهاية 2024 هيبقى لدينا بشر، لدينا كوادر بشرية فاهمة وعارفة يعني إيه تخطيط تشاركي وعارفة يعني إيه تنفيذ، وبالتالي حضرتك كده بالشكل ده يعني بتبني البشر جنب بناء الحجر اللي احنا بنستهدفه في الاخر بناء الانسان المصري. ده مش هنحققه بجزر منعزله، بالعكس هنحققه بتكامل ما بين وزارات الدوله المصريه مع منظمات المجتمع المدني مع اهلنا المقيمين في هذه القرى. شغل محترم جدا، بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم، شكرا ليك.